طب فيما يخص بقى اضطرابات النوم، في حد ممكن يعني يبص لده على ان هو حاجة لازم يعالجها؟ لا طبعا هو اضطرابات النوم والطب النفسي طبعا ما هوش رفاهية، يعني الطب النفسي بيضم مجموعة كبيرة جدا من الأمراض النفسية اللي بتأثر بشكل كبير جدا على حياة الإنسان، وبتأثر على يعني دراسته، وبتأثر على عمله، وبتأثر على علاقاته الاجتماعية. فكتير جدا من الأمراض النفسية ما نقدرش أبدا إن احنا نعتبر اللجوء إلى الطب النفسي رفاهية. طبعا بالنسبة لاضطرابات النوم، النوم فيه اضطرابات كتير جدا، يعني أنواع كتير جدا من اضطرابات النوم اللي لا يمكن إن احنا نتجاهلها ولا يمكن ان احنا نعتبرها رفاهيه. يعني القصه ما هياش قصه انه مجرد ان انا انام نوم سوي او انام نوم منتظم او انام نوم غير متقطع فقط، لا، القصه فيها يعني اضطرابات وامراض ومشاكل قد تؤثر على الصحه العامه، ويبقى لها يعني تاثير على يعني حياه الانسان بشكل عام. زي ايه يا دكتور؟ زي ايه؟ يعني مثلا من اشهر الحاجات، يعني لو حبينا مثلا نتكلم يا ايه مثلا عن اكتر حاجات انا بشوفها مثلا في البراكتس بتاعي، هنلاقي انه اكتر حاجات بنشوفها حاجه بنسميها توقف التنفس الانسدادي اثناء النوم. دي دلوقتي اصبحت من المشكلات الكبيره جدا جدا، خاصه بعد يعني اسمها يقطع النفس وهو نايم. بالظبط كده دايما بالبلدي بالبلدي بنقولها كده، يقطع النفس، تبقي دايما حاسه ان ايه، ان مش عارفه تتنفسي. تمام. هو طبعا ده اضطراب نفسي. لا، ده ما يعتبرش اضطراب نفسي، ده يصنف اضطراب من اضطرابات النوم، لا يندرج تحت الامراض النفسيه، يندرج عضوي. تحت اضطرابات النوم. هو عضوي طبعا، هو عباره عن سدد ميكانيكي في مجرى الهواء. احنا عندنا الجهاز التنفسي عباره عن جزء علوي وعباره عن الرئه، فعندي الجزء العلوي ده واخد مجرى هواء من اول الانف والفم الزور ومرورا والبلعوم، بالظبط. عندي طبعا العصبة حاجات الهوائية. كتير قوي، عندي حاجز انفي، عندي ممكن زوايد انفيه، حساسيه، جيوب انفيه، سقف الحلق فيه مشكله، اللوهي، وضع الفك، كل دي حاجات بتضيق مجرى الهواء. فمع زياده الوزن كمان والسمنه المفرطه، ودي اصبحت مشكله كبيره جدا دلوقتي بنواجهها، ان هو زياده الاوزان. صح، دي بتعمل اضطرابات في النوم، وبتعمل موضوع ان يبقى في مشكله في التنفس بالظبط وقت كده. النوم. هل دي بقى خطر ولا الجسم بيتغلب عليها؟ يعني لما حد بيقطع النفس وقت النوم، هل بيلحق نفسه بطريقته الخاصه، الجسم بيعالج نفسه بنفسه، ولا ممكن ناس تتعرض للوفاه؟ لا، هو طبعا ايه، هي طبعا ما اقدرش اقول ان هي حاجه بسيطه او ان هي حاجه يمكن مثلا تجاهلها. هو طبعا في ميكانيزم او ميكانيزمات ربنا عملها للانسان لما بيحصله توقف تنفس انسدادي، بيخرج من النوم العميق علشان يقدر ياخد نفسه. فيعني في اغلب الاحوال ما فيصحى. بيبقاش في خطوره من انه الشخص قد ان هو مثلا يعني يحصل له مثلا اي حاجه اثناء توقف التنفس الانسدادي، لكن التاثير بتاع المشكله دي على المدى الطويل على الصحه العامه تاثير بالغ جدا. يعني بنلاقي ان هم عرضه للضغط، بنلاقي عرضه للسكر يا سلام، ومقاومه الانسولين. ايه ده كل ده عشان النوم؟ اقول لك ليه؟ ليه؟ لانه الانسان لازم بيدخل في مراحل معينه في النوم، اللي هي بنسميها مرحله النوم العميق ومرحله نوم الاحلام. مرحله النوم العميق دي المفروض انها بتشكل على الاقل 15% من اجمالي عدد ساعات النوم. مرحله النوم العميق دي بيتفرز فيها كم من الهرمونات وكم من المواد اللي في المخ، اللي يعني بنعمل نوع من الـ يعني تجديد. التنظيم للتمثيل الغذائي بتاع الجسم. ده غير كمان ان هي مسؤولة عن الهرمونات اللي هي بتاعت الشبع والجوع، يا كل ده سلام، بيتفرز يعني اثناء الواحد لما النوم. ما ينامش كويس يتخن ممكن عشان او هرمونات الاكل يتلخبط، صح؟ يعني بشكل التمثيل عام الغذائي يتلخبط، يتلخبط. نلاقي ان هو عنده استعداد اكتر ان هو يجوع، يتناول وجبات دسمة، وممكن يقوم من النوم جعان، وممكن لو عمل دايت او عمل محاولات لان هو يخس ما نلاقيش فيه تفشل. استجابة سريعة للدايت. طب في اضطرابات تانية يا دكتور غير ال